هذه مبادرة من الشريف الفوسفات زعما نحمد الله ونشكروا عليها، ومنين تعقموا الشوارع الخاصة الشعبية والشوارع العادية والأحياء الشعبية هذا فضل الله. واش كترتاحوا ما كتشوفوا هذه العمليات؟ وعملية ملي تشوف بحال هذا الشيء راه تتعرف راسك بلا راه كاينة الدولة خدامة ماشي فايتة 100% التعليمات اللي تعطات ديال صاحب الجلالة نصره الله. شكرا الناس وصيفي كيحضرين المحلات هنايا مزيانه لينا حنا بزاف. هذه الزراوي
عقموا لينا الدري انا مزيانه حيت تقدم كاع الحوانت كاع هادشي مزيان. واش كترتاحوا ما كاين ما كاين عمليه تعقيم كترتاحوا؟ مزيانه سيدي مزيانه لينا هادشي. حنا كنشكروكم اسيدي على هادشي. حنا خايفين وحنا لا لا حنا راه كلشي خايفين من هاد المرض وخايفين مزيانه لينا حنا هادشي مزيانه ديما التعقيم ديما المهالات بحكا مزيانه حنا نرتاحوا نفسانيا ماشي زعما حنا راه فرحنا ملي شفنا هادشي هادشي راه مزيان انا سيدي كنشكروكم. صيفي مراد مزيان كيعاقبوا هاد البلاصه هنايا مزيان على حساب الصغار يتعاونوا معاهم في هاد الشيء وراه مزيان بغينا حنا بغينا بحال هكا كيعجبنا هاد الشيء وكنطلبوا الله يحد الناس من هاد الشيء. واش الامور عاديه؟ الامور شويه نقصت الحركه. نقصت الحركه. نقصت الحركه بزاف. ولكن كترتاحوا ملي كتشوفوا هذه العمليه ديال التعقيم؟ كترتاحوا ملي كتشوفوا عمليه التعقيم؟ واه ملي كتشوفوا خصنا حنا نتعاونوا معاهم وخاص حتى المواطنين يتعاونوا معاهم. هادشي راه مزيان فهمتي راهم واقفين السلطات كنشكروهم محليه وكل شيء واقفين دايرين الجهد ديالهم وكنتمناو هادشي يتبس ان شاء الله في المقارب. الله الله يحفظ الناس. شكراكم وشكرا على المعاونة وصفي تعاون معنا في هادشي ديال المبرورات هادشي ديال المرض هادشي ديال الناس العاونين معنا أي حاجة كتوقع أي حاجة كتحتاج كتعاونوا معنا كل صباح كل عشية كنراقبونا في أي مرحلة أي حاجة كنشكروهم وشكرا وصفي كيتعاون معنا بزاف حساب المواطنين وهاد الناس تقدموا عندنا أي واحد كيجينا في نور أي حاجة من الماركات كيعاونونا كيداولنا أي حاجة كل حاجة كنراقبونا. كي جاك الكواكب الأسعار هاد الأيام؟ الأسعار كلها مزيانة كيراقبونا كل ساعة كيراقبونا كيقول الاثمنه ما تولدش الحاجه فايت المعدل هادشي. وانت كتقمن تقدا دابا دائما كتقمن تقدا دابا ما كاينش الساعه ديال هذا حبسونا الاسواق حبسونا من السلعه. انا عندنا باش ديال الساعه مختفى عندنا هاد اليوم التام كنخدموا بها ما كاينش الساعه ديال يومين مشينا للسوق اليوم ورجعونا اي حاجه كنردوا لهم معاونين شويه مع الدرويش هادو مع الناس كيراقبونا كل حاجه في الورقه عندنا اللوحه مكتوبه باي حاجه الاثمنه ما تفوتش شي حاجه الاسعار كلشي مقاد كلشي حاجه المراقبه ما كاينش شي حاجه نديروا حاجه فوق القانون ديالنا. والحمد لله الله ينصر سيدنا وهذا الشيء زيد تبارك الله. هاد التعقيم اللي كيدير لو سي بي دابا كيجي هادشي زيد هو اللي كيدير لو سي بي الدواء كيداوي الناس وكيداوي هاد التلاقي وزيد هاد الخيرات تبارك الله. والسوق كيداير هاد الايام عام سيدي كله كلشي كاين كلشي موجود موجود الحم موجود الخضره موجود الدقيق موجود السكر حسنا احنا نكونوا بين الايمان والصبر كلشي موجود الخيرات موجوده الله يكمل على خير ونطلبوا الله يحفظنا من هاد من هاد الكليته الله يحفظنا ويحفظ الأمة ديالنا من هاد الكليته وهادشي اللي كنطلبوا عبد الله والله يعاون تبارك الله على الرحيم لم تجد لنا الا النوب هاد المجهودات الجباره اللي كتقوم بها السلطات والمنتخبين وهاد الناس الصحافه ولا التفاعل ديال المواطنين هاد المجهودات الجباره اللي كتحاول من خلالها انها توعي المواطنين بانهم يقوموا بدورهم من اجل ان المجهودات اللي كتقوم بها الدوله والسلطات تعطي الاكل ديالها ان شاء الله. هنا المغاربه شعب قوي وشعب متضامن غادي ان شاء الله نتجاوزوا هذه المحنه ونتجاوزوا هذه الازمه اللي درنا ايدينا في ايديات غادياتنا وسلطنا النصائح اللي كتقال لنا الحمد لله حتى شي حاجه ما خاصه الناس راه كتخرج تتوضع بناء على الارشادات والوريقه اللي كتعطي السلطات المحليه خيرات موجوده كلشي راه كاين كنتمناو ان شاء الله ان الناس توعى بان هذا الوباء راه كاين وانها تساعد وانها تفاعل من اجل اننا نتجاوز هذه المحنه ان شاء الله كنطلبوا من الله يحد الباس. المساكنات اليوسفيه باش ياخذوا الحضاره ديالهم من ناحيه الوباء وراه وباء صعيب شويه والناس متحضرين علينا ومتقدمين علينا بزاف الحوايج واداهم هذا الوباء واستسلموا ليه وكيقول لك بالله السلطات المحليه كيقول لك بالله السلطات المحليه وهذا الشيء راه خاص ياخذوا الحضاره. عملية التعقيم مزيانه؟ التعقيمات مزيانين في تعقيمات مزيانين الناس في الساكنه اليوسفيه باش ياخذوا الحضاره وتما خاصهم يتعاونوا مع السلطات والتدخل الاسعافات الاوليه وهاد الناس خاصهم ياخذوا معاهم الحضاره ديالهم الله يوفق الجميع الله يرفع علينا هذا الوباء. الناس اللي واقفين على هذا الشيء ديال الحمله الوقايه والتعقيم وداك الشيء بالنسبه للساكنه ديال اليوسفيه كنشكرهم وجزيل الشكر بارك الله فيكم. واش مرتاحين انتم هذه العمليه؟ الحمد لله بزاف الحمد لله مرتاحين بزاف الحمد لله. في مسار قديم.
يحفظكم الله ينصركم الله يعزكم. رانتوما معاونين مع الشعب ومعاونين مع الشباب ونقيتوا الزنقة ونقيتوا الدرب. الله يعاونكم الله يسهل عليكم مع اصحاب يوسفية. الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم. كيفاش الحاجة هذه العملية التعقيم ديال الوصيفي؟ مزيان مزيان وليدي الله ينصركم الله يحفظكم الله يسر لكم وليدي سيدي ربي تشوفونا وتشوف جميع المسلمين يا سيدي ربي. نحمدوكم نشكروك يا سيدي ربي. تفق لينا نزل الرحمة يا سيدي ربي. تشوفينا وتشوف وليداتنا وتشوف جميع المسلمين يا ربي. تبع عبادك وبناتك وتبع هجماتك. المبادرة اللي كنقوم بها مكتب الشباب الفوسفات مبادرة طيبة في تعقيم الأزقة والشوارع مدينة يوسفية. ومطلوب من الناس الحضر والمقود في بيوت ديالهم لضمان سلامة حياة الجميع وسلامة آباء الأمهات وجميع المغاربة. نحن مغاربة وسنبقوا مغاربة دائما في تجنيد وراء أجداد محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم.